انضم إلينا من غزة مراسل غد حازم البنا. إذا حازم، عن ترتيبات استئناف عمل وفتح معبر رفح البري. نعم كوثر، صباح الخير. يعني خبر فتح معبر رفح أو حتى إغلاق المعبر هو خبر يحظى باهتمام كبير لدى الشارع الفلسطيني، على اعتبار بأنه هذا المعبر هو المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي، وإغلاقه يسبب أزمة. فتح المعبر يسبب انفراجة كبيرة، هناك 27,000 تقريبا مواطن مسجلين للسفر، لكن هذا الإعلان المصري الجديد الذي نقل عبر السفارة الفلسطينية في القاهرة لفتح المعبر بعد إغلاق دام 3 أيام سيكون فقط مخصص للفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، سيسمح لهم في هذا اليوم بالدخول إلى قطاع غزة، ويوم وأيضا إلى جانب ذلك سيكون هناك إدخال للبضائع من بوابة صلاح الدين إلى قطاع غزة وفق هذا القرار. بطبيعة الحال يوم الأحد سيفتح المعبر في الاتجاهين لدخول العالقين أو العالقين المسافرين في الجانب المصري، وأيضا لخروج المواطنين من قطاع غزة من أصحاب الحالات الإنسانية. هذا بطبيعة الحال سيخفف من العبء الإنساني في قطاع غزة. لكن كوثر، من المهم أن نشير أنه فتح المعبر جاء في إطار تطورات ميدانية وسياسية. كانت هناك اتصالات يوم الثلاثاء من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية للتباحث حول آخر الأوضاع في قطاع غزة بعد مسيرات السبت الماضي وأيضا مسيرات الأمس على حدود قطاع غزة. السبت الماضي الكل شاهد كيف كانت الأحداث متوترة وخلقت ردود أفعال كبيرة، وتدخل الوسطاء لمحاولة نزع فتيل أي توتر، خاصة بعد حادثة إطلاق النار المباشر على الجندي من حرس الحدود. مسيرات الأمس جاءت مضبوطة، وجاءت قبلها اتصالات في محاولة لضبط الوضع في قطاع غزة حتى لا يتفاقم أكثر، وهذا بطبيعة الحال ما دفع ربما لتسهيلات جديدة أعلن عنها الجانب الإسرائيلي عبر مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية بإدخال مزيد من البضائع والمعدات للقطاع الخاص وأيضا المشاريع المدنية، إضافة إلى إدخال مركبات جديدة، السماح بتجارة الذهب، بعودة تجارة الذهب بين غزة والضفة الغربية، وأيضا زيادة حصة التجار إلى 1,000 تصريح جديد للتجار الذين يخرجون للعمل داخل الأراضي المحتلة. لذلك كل هذه التطورات، فتح المعبر والتسهيلات، مرتبطة كما تقول آخر يعني الأنباء التي تتحدث عن جهود التهدئة والوساطة التي تقوم بها مصر وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية، أن هذا الأمر مرتبط باستمرار الهدوء الميداني في قطاع غزة. لكن مسيرات الأمس مهم كوثر أن نشير بأن الفصائل رغم كل هذه الاتصالات ما زالت على موقفها الذي يقول بأنها ستواصل فعاليات الضغط الشعبي، ربما ليس على الحدود، بعد هذه الاتصالات سيكون لها أشكال مختلفة، وإن جرت على الحدود ستكون وفق معايير مضبوطة حتى لا تتطور الأحداث إلى ما شاهدناه في السبت الماضي ويكون هناك مواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. على أي حال كوثر، الأوضاع ستبقى ما هي، الفصائل مصرة على هذا الضغط الشعبي حتى يعيد الاحتلال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى ما قبل الأحداث في مايو الماضي، ويسمح بإدخال المعدات ويفتح المعابر بشكل طبيعي وتتم عملية إعادة الإعمار. لذلك هناك اتصالات مكثفة لضبط الوضع الإنساني في قطاع غزة حتى لا يتفاقم، كما نعلم أن الأمور صعبة جدا في قطاع غزة. هناك اتصالات على المستوى الميداني خاصة في ظل زيارة نفتالي بنت إلى أمريكا. إسرائيل ليست معنية بالتصعيد في الوقت الحاضر، تحاول أن تعطي مؤشرات بوادر حسنية كما شهدنا اليوم عبر هذه التسهيلات الجديدة. والاتصالات الأخرى على الجانب الفلسطيني تحاول ضبط الوضع الميداني من قبل الفصائل الفلسطينية وإعطاء مساحة أكبر لهؤلاء الوسطاء الذين يقومون بجهد كبير وبطبيعة الحال على رأسهم مصر. المستوى السياسي الرسمي يعرف بأن الأوضاع الإنسانية في غزة جدا حرجة، وهو يقوم بهذه التسهيلات وهذه الاتصالات حتى لا تتطور الأوضاع إلى مربع لا يمكن يعني أن يتطور إلى تصعيد كبير لا قدر الله. من غزة مراسل غد حازم البنا، شكرا جزيلا لك.